بس ايه اللي ضايقها يعني؟ ما حصلش حاجه، ده اللي حصل ده كويس يعني. انا كده كده كنت عايز اتكلم معاها، اصلا انا حسيت لما جت العياده ان هي يائسه شويه، فده مش حلو علشان الحاله اللي فيها. بص يا نسا نجلاء، لازم يبقى عندك ايمان كامل من جواك، المرض اللي عندك ده لازم يكون علاج ومش بعيد على ربنا. أنا بس مش عايزة أضحك على نفسي. يا حبيبتي بلاش نبخ على الدكتور اليأس اللي عندنا، نسيبه يخرج وبعد كده بخي اللي أنت عايزاه عليا، مفيش مشكلة. بص يا نسرك، لا أنا عايزك تيجي لي مرة كل أسبوع الآن. ممكن أعرف ليه؟ لا مفيش، أنا عايز أتابع حالتك يعني، وخصوصا الحالة النفسية. أصل يا نسرك كمان يعني أنسة الله يكرمك. أنا مدام. سوري. لا ولا مدام كمالي. اتفضل. الحالة النفسية لحالة نجلاء دي مهمة أوي. العلاج اللي بتاخده ده مش مهم، يعني ممكن نغيره في أي وقت. لكن زي ما قلت لك، الحالة النفسية هي الأهم. عندك حق يا دكتور. سامع الكلام الحلو؟ اشرب بقى الشاي قبل ما يبرد. طيب. اتفضل. ميرسي أوي. وبعدين الكيك ده بقى من إيدين نجلاء. لازم تدوق، شهيرة بيه. تسلم ايديكي. شكرا. ياه، كان نفسي يبقى في حضني من زمان. وانت كان لازم تبقى في العزم. معلش يا حبيبتي انا ما كنتش فاضية، بس خلاص الحمد لله انت رجعتي لي. خلاص مالك يا حبيبتي، انت ساكتة ليه؟ في حاجة مضايقاكي؟ على فكرة كل حاجة هنا موجودة، احلمي فكري، اي طلبات مجابة يا حبيبتي. انسي اللي كنت فيه خالص. تنسى اللي جت فيه؟ تنسى ازاي بقى؟ تنسى اللي عاشت فيه طول عمرها؟ دي اسهل لها بكتير تنسانا احنا. انا عمري ما نسيتك يا ايتم، ولا انت كمان. انت اللي عمرك ما كلمتيني في التليفون، ولا حتى قلت اطمن على اختي. كلمك فين ولا اطمن عليكي فين؟ انت ناسي يا بنتي انت كنت عايشه فين ومع مين؟ انا مش فاهمه والله انت كنت طايقه اللي عايشه معاهم دول ازاي. ده كفايه اللي اسمها كاميليا دي لوحدها. على فكره كاميليا دي كويسه. خلاص يا حبيبتي، هي مش قصدها حاجه، هي قصدها ان خلاص انسي اللي فات، انت دلوقتي واحده جديده خالص. صدقني انا كنت هتصل بيك النهارده يا ميرا. مش هقول لك ان البيت بيتك يا ميرا. شكرا قوي. عايز انت تعالى، انا عايزك. مين هتعيش معانا على طول يا مروان؟ بجد؟ تصدقي ان انا كنت هكلمك عشان اقول لك كده اساسا؟ بقول لك ايه؟ قوم تعالي معايا بقى يلا عشان خاطر نطلع واختار لك اوضتك بنفسك. يلا يا حبيبتي يلا. انت نورتي الدنيا يا روح قلبي. اتفضلي. ايتم، مش كل مره هقول لك ما تاخديش موقف من اي تصرف يتصرفه مروان؟ انكل، هو حضرتك بتتكلم معايا دلوقتي على اننا عايشين في بيت واحد ولا شغل؟ لا شغل. طيب تمام. يبقى مروان بقى لازم يفهم كويس قوي ان الشركه دي ليها سيستم، هو ما ينفعش يجي فجاه كده ويغيره. هو ملوش دعوه بالموظفين، ده هو يا دوبك لسه داخل الشركه. هو صحيح ابن حضرتك انا فاهمه ده، لكن ده ما يديلوش الحق في كده خالص. اسمعي، انت بكره هتنزلي الشركه وتباشري عملك، فاهمه؟ طب يا انكل، انا كنت عايزه حضرتك ترجع تاني تمسك الشركه زي الاول، ده هيريحنا احنا الاثنين، لان حضرتك اللي هتبقى ميزان بينا. ايوه. طب وفرع الشركه في باريس مين يديره؟ حضرتك برضه تقدر تدير الفرعين، ولا حضرتك خلاص قررت تنقل باريس وتفضل عايش هناك؟ ولا حضرتك قررت تتجوز مايا؟ بصراحة يا أنكل عندك حق، مايا دي أصلها فظيعة، يعني عارضة أزياء كده ما حصلتش، مش ممكن، دي ما فيهاش غلطة. تقلقش يا أنكل، أكيد يعني أنا مش ممكن أقول لمامي حاجة زي دي، بعدين حضرتك عارف أنا بحبك قد إيه. ده أنا بعتبرك في مقام بابايا بالظبط. أنا فعلاً عشت مع حضرتك أكتر ما عشت مع بابا، وبعدين أنا عارفة حضرتك بتحبني قد إيه، وعارفة كويس قوي كل حاجة عملتها عشاني. وكمان في حاجة مهمة قوي أنا مش ممكن أنساها، إن حضرتك بتثق في إيه. بس على فكرة تفهم غلط. غلط. أنا مهتم بمايا دي عشان علاقتها وقدرتها على التسويق في الخارج. قدرتها؟ ما أنا طبعاً مصدق حضرتك. الموضوع مش مستاهل.
يعني خد رجلك. اهلا اهلا اهلا، اتاخرتي. معلش انا اسف. مروة موظفة جديدة عندنا في الشركة. أهلا يا مروة. بس أنا أعتقد إنها هتبقى حد مهم جدا. أكيد واضح أوي، اتفضلي. أنا بتكسف يا أستاذ مدحت من الكلام ده الحقيقة. بتشتغل عندنا ما ينفعش أبدا تتكسف. قول لي بقى إنك خلصت الاتفاق. بيني وبينك يا مدحت، أنت عارف الشركة السنة دي عندي واقعة، السيزون كان زي الزفت. عشان كده اضطريت أقبل العرض بتاعها. يعني عايز أحافظ على وجودي في السوق بأي شكل. أيوة بس هي لو عرفت إنك واقع ممكن تسحب العرض. لا ما في عرض تاني أنا بقدمه. انت ما بتزهقش ابدا يا عم؟ وازهق ليه؟ البنت حلوه قوي وغنيه مني وانت. يلا اسيبكم تكملوا سهرتكم، يبقى كلمني ان شاء الله. مع السلامه. مع السلامه. سلام سامح. طبعا انت بتسالي فين الشغل اللي انا جايبك عشان، مش كده؟ لا يا فندم ابدا، تحت امر حضرتك. بيتهيألي اننا نقعد نتكلم مع بعض دي حاجه مهمه جدا. تاني حاجة بقى، انت عجبتيني، لفتت نظري يعني. اصل احنا في شغلانتنا يا مروة صعب قوي ان الواحد يقابل واحدة تلفت النظر. انت عارفة عارضات الازياء دول بيبقوا نموذج، وانا كل يوم بشوف اجمل البنات، انما انت دي حاجة تانية خالص. فيك حاجة غريبة لفتت نظري. مروة انت مخطوبة؟ لا مش مخطوبة. طب مصاحبة؟ مصاحبة؟ لا طبعا مش مصاحبة. أنا قلت حاجة غلط ولا حاجة؟ لا يعني أصل فكرة إن أنا أصاحب دي عندنا شوية تقيلة. يبقى نشرب حاجة بقى. ماشي أوكي. حاجة ساعة كويس؟ ماشي. حاجة ساعة من فضلك. فكرتي في مرة تعرضي أزياء؟ أنا؟ لا خالص. يعني أنت شكلك حلو. وجسمك احلى وابتسامتك مشرقه، وده مهم جدا في مهنتنا. انا اعتقد انك لو عرضتي مايوهات مثلا انت هتبقي هايله. بس انا ما اعرفش اي حاجه في موضوع الازياء ده خالص. انا بحب شغلك جدا. عمرك شربت قبل كده خمره؟ خمره ايه؟ لا طبعا. قلنا حاجه غلط؟ خفيش، مش هنعمل زي افلام زمان ولا حاجه. انا بقعد اتكلم معاكي عشان اكسر الحواجز اللي بيني وبينك. انا احب السكرتاريه بتوعي يبقوا قريبين مني جدا. المهم هيجي دلوقتي مندوب شركه عالميه للمايوهات، هيورينا اكتر من نموذج. انا عايزك بس تشاوري على النموذج اللي يعجبك. ما انا قلت حضرتك مش بفهم في الازياء فعلا. ايوه انا جايبك عشان كده. يعني انا عايزك تقولي لي الموديل ده لو اتحط في فاترين يلفت النظر ولا لا؟ يعني الستات وهي ماشيه تشوفه يعجبها تحب تشتريه ولا لا؟ مش عايز انا بقى خبير يكلمني في الصناعه والخامه والشكل العام والكلام ده. لا اهلا 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 هنعمل ايه؟ في ايه؟ حياتنا عادي هتمشي زي ما كانت ماشيه. انت عارفه كويس انا قصدي ايه. حياتنا مش هتبقى زي ما بابا كان عايش. على فكره ميرا هي اول واحده سابت البيت ومشيت وراحت لامها. ميرا انا اللي طلبت منها تعمل كده. طب ومروه؟ مروه من اول يوم ما بتسمعش كلام اي حد. ممكن كفايه الكلام في المواضيع دي. في حاجات كتير قوي في دماغي عايزه افكر فيها. وبعد كده يا ستي نبقى نقعد مع بعض ونشوف كل واحدة عايزة تعمل إيه ولينا إيه. مش هتلاقي أي حاجة. مناش بابا كان عنده بس 10,000 جنيه محرص عليهم في البنك عشان فاكر إن هي هتجوز واحدة فينا، والمعاش مش هيحصل غير 300 جنيه. الشقة دي هي الحاجة الوحيدة اللي بابا بيملكها، لو إن جدي كتبها له قبل ما يموت ما كانش أصلا بقى لينا أي حاجة. ومش بعيد تلاقي عمتك جاية لنا تقول لنا عايزة نصيبها في الشقة، ولا تقفل شقتها
وتيجي تقعد معانا هنا وتطبق على نفسنا. اهلا اهلا يا عمتي، اتفضلي. قبل يا اختي. اهلا يا عمتي. خير؟ مالكم واقفين زي اللي شايفين بعبع كده؟ تعالي يا كاميليا عايزاك، وانت يا بت يا سمر اعملي لي فنجان قهوه. ما بعرفش اعمل قهوه، بتطلع صايصه. هي الست تبقى ست لو ما بتعرفش تعمل قهوه؟ ما انتوا معذورين، ما حدش علمكم. هقعد معاكم انا بعد كده بقى واعلمكم كل حاجه. كتر خيرك يا عمتي. بقول لك ايه يا عمتي، ما تجيبي كده من الاخر وتقولي انت جايه لي. خير يا عمتي؟ ايه اللي مزعلك؟ الواد احمد في السجن. شفتي يا كاميليا؟ شفتي الواد وعمايله فيا كده؟ سايبني للهم كده؟ معلش يا عمتي، ان شاء الله بكره هيخرج ويبقى زي الفل. تحبي اروح ازوره؟ لا تزوري ليه؟ لا يا اختي، انت ست وحدانيه وارمله، الناس تقول ايه؟ لا الناس هتقول راح تزور ابن عمتها. لا لا لا، وانا ما ارضلهاش تخش الحتت الوحشه دي. لا سيده، ما تقولي كده من الاخر، انت عايزه ايه؟ سيده كده من غير عمتي؟ اخس عليكي. عيب عيب يا سمر قوي اللي انت بتقوليه ده. طب قولي لي انت يا عمتي يا حبيبتي، يا حاجه سيده، يا عقلي وقلبي ونن عيني من جوه، قولي لي ايه اللي في بالك؟ انا عارفه ان الظرف مش قد كده، أبوكوا كان موظف غلبان ما حلتوش حاجة، وانتوا بنات محتاجين تقلكوا فلوس. أيوة وبعدين؟ نأجر الشقة دي وانتوا تيجي تقعدوا عندي، وهو اللي يطلع منها يبقى ليكوا. يا سلام. قلتوا ايه؟ قلنا ايه؟ أنا مش قلت يا بنات عمتنا دي هتطلع ست زي الفل وطيبه وقلبها رهيف، واكيد بنات اخوها هيصعبوا عليها طبعا، واكيد جايه عشان تتنازل عن حقها في نصيب اخوها. وبعدين عايزانا نروح ناجر الشقه دي، وفلوسها احنا بقى نظبط نفسنا بيها عادي، ده حاجه حلوه خالص، ونروح نعيش عندها ومعاش ابونا على معاشها، يقضونا بقى ونعيش ونقعد. ايه ده؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ في ايه يا سيده؟ هي الفلوس خلاص لحسه دماغك؟ مفيش احساس؟ طب ما تعملي حساب لاخوك. اللي راح راح، والحق حق، الشقة تتأجر وحقها يتوزع علينا. ولا عايزين تشفطوا حقي؟ حرام حرام اللي بتعمليه في بنات اخوكي، حرام.